بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشنا في مقطع سابق مقدمة أولية على نظرية الاحتمالات، وأخذنا بها أهم البيسكس كمصطلحات يمكن أنه نتناولها أو نعتمدها أو أنه تتكرر ويانا خلال عملية الشرح المتعلقة بموضوع نظرية الاحتمالات. بهذا المقطع هناخذ هسه البيسكس الأولي لتقنيات الحساب أو المفاهيم الأولية، وراح نتناول بها مفهوم من أهم المفاهيم أو خلينا نسميه من أهم المصطلحات اللي راح تستمر وياي خلال عملية الشرح ما يتعلق بنظرية الاحتمالات. فخلينا نبدأ هسه أولا براجع في مقدمة سريعة لما تم تناوله، باعتبار المقطع كان يعني قديم أو مر عليه وقت كثير، فبالتالي قد الطالب أنه ما متهيئ وياي، فخلي أرجع بعض المعلومات. أولا ما يتعلق بالاحتمالية، عندما نتكلم عن الاحتمالية أولا نقصد بها هي دراسة الحالة العشوائية أو ما يتعلق بالراندم اكسبيرمنت، تجارب العشوائية أو الغير يقينية اللي نسميها النون ديترمينستيك، باعتبار احنا نصنف الأحداث مالتنا. أما يكون عندي أحداث عشوائية، نقصد بالأحداث العشوائية هي الأحداث اللي لا يمكن التنبؤ بمقدارها ولا بزمنها، لذلك نسميها راندم ايفنتس. وبالنسبة لليقينية اللي هي ديترمينستكس، هي الأحداث اللي يمكن تتنبأ بها كمقدار وكزمن، كزمن حدوث يعني. فبالتالي عندما نتكلم ما يتعلق بالاحتمالية هو الموضوع المتعلق بالأحداث العشوائية وبالأحداث الغير يمكن، يعني النون ديترمينستكس الغير يقينية اللي لا يمكن أنه نتنبأ بها كمقدار وكزمن. زين، هذا كمصطلح أولا ما نقصد به بالبروبابيليتي الاحتمالية. طيب الاحتمالية نعتبرها هي عبارة عن واحد من أهم الأساسيات أو الأدوات الأساسية لما يتعلق بالإحصاء، يعني عندما نتكلم عن الستوكاستكس فبالتالي أول مصطلح يتبادر إلى ذهنك هو الاحتمالية، فبالتالي هي الأداة الأساسية أو التورز الأساسية فيما يتعلق بالإحصاء. طيب سؤالنا هسنا، ما هي تقنيات الكاونتينج، التقنيات المستخدمة بالحساب؟ باعتبار احنا نتكلم على احتمالية، فعندي احداث، هذه الاحداث كيف انه انا ابدي انه احسبها او اتوقع حدوثها؟ فبالتالي عندي مجموعة من التقنيات المستخدمة، واحدة من هذه التقنيات لتحديد مقدار قيمة الأكرنس بالنسبة، يعني الحدوث بالنسبة للإيفنتس الاحداث وكيفية حسابها وايجاد احتمالية وقوعها. واحد من هذه التقنيات نسميها البيرميتيشنز. البيرميتيشنز هذه كمصطلح نعرفها بالشكل التالي. البيرميتيشن، قبل لا ابدا التعريف يعني كصياغه، خلينا نقول كتعريف بالكلمات، خلي اخذ مثال حتى يكون خلينا نقول اوضح بالنسبه للطالب واكثر خلينا نقول وقعه من التعريف اللي هو بدلاله الكلمات. راح افترض انه انا عندي ثلاث حروف. هذه الحروف خلي افترضها بالشكل التالي، انه انا عندي A وعندي خلينا نفترض الكابيتال M وعندي الكابيتال N. زين، هذول ثلاث حروف، وطلب من عندي مثلا ما هي مجموعة الكلمات اللي يمكن انه تشكلها او تكونها بدلالة هذه الحروف. يعني خلينا نفترض انه عندك مجموعة من الحروف هي A M N، أوجد الكلمات اللي يمكن أنه تشكل بدلالة هذه الحروف. فأبدي هسه مثلا أشكل، أقول الحرف الأول أو الكلمة الأولى هي مثلا الـ A M N، هذا الحرف الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أنه راح أغير هسه الـ A يصير عندي M A N، الكلمة الثانية راح تكون عندي A N M، الكلمة اللي بعدها راح تكون عندنا هي الـ M N A، اللي بعدها راح تكون هي الـ NMI. عندي بعد يشكلن؟ ما راح يشكلن بعد عندنا. عندي 1 2 3 4 5، المفروض عندي بعد واحدة. فبالتالي انه اذا انت بس اللي هنا عندي الاولى AMN، عندنا الثانية الـ MNA، عندي الثالثة اللي هي راح تكون ANM، وعندنا الـ MNA وعندنا الـ NMA، وعندي بعد اللي هي السادسة اللي هي الـ NAM. اوكي؟ زين، هذول كل الكلمات اللي يمكن انه انا اشكلهم بدلاله هذه الحروف. اذا صار عندي هذه مجموعه الارنجمنت اللي صار عندنا سلي هنا، نقصد بها الترتيبات اللي او مجموعه الحروف او مجموعه الكلمات اللي تولدت بدلاله هذه الحروف، راح اسميها الارنجمنت. هذه الترتيبات اللي حصلنا عليها بدلاله هذه الحروف، المجموعه كلها هذه راح نطلق عليها بالبرميتيشنز. زين،
فبالتالي اذا تعريفنا على هذه البرميتيشنز نقول هو يمثل السيتس مجموعه كل الارينجمنت اللي يمكن احصل عليها من دلاله السيتس اللي مطينيه بدلاله الحروف المطينيه. زين خلي اعرفها بشكل اخر، نقول اذا البرميتيشنز هو عباره عن الارينجمنت للسيت اوف ان ديفرنت اوبجكتس، هذولي نسميهم ان، نكتبها من هنا، هذا راح اسميه ان ديفرنت اوبجكت. اذا هنا راح نقول تعريفنا البرميتيشنز هو عباره عن السيتس، هو مجموعه كل الارينجمنت اللي يمكن ان احصل عليها من الان ديفرنت اوبجكتس اللي مطيني اياها. وطبعا هنا لازم نخلي بين قوسين تيكن اول ات تايم، هذه العباره مهمه، تيكن اول ات تايم. زين اذا حصلنا ساعة المصطلح مالتنا. زين هنا ملاحظه عندي لازم اخليها في بالي، اولا هذه الارينجمنت اللي حصلت عليها اللي هي طبعا شو تكون بصيغه ار اقل من او تساوي لنا الان، الان شنو هي تمثل؟ قلنا هي تمثل الديفرنت اوبجكت اللي مطيني اياه ان ا جيفن اوردر، ان ا جيفن اوردر. زين الملاحظه اللي عندي هسه هنا انه هذه الارينجمنت اللي حصلت عليها اوف اني ار اقل من تساوي لنا ان لهذه الاوبجكت، زين كلها راح نطلق عليها بالبرميتيشن اوف ان اوبجكت تيكن ار ات ا تايم، وراح ارمز لها بالرمز مالتي، الرمز مالتنا هو بي بهذا الشكل ار ان، او نكتبه هو عباره عن البي ان ار. فصار اسعد هنا انه هذا هو يمثل مقدار قيمه البرميتيشنز، هو عباره عن الارنجمنت كل الترتيبات او كل التشكيلات اللي اقدر احصل عليها من الاوبجكتس اللي مطيني اياها تيكن اول ا تايم. طيب زين خلينا ناخذ هسه جنرال فورم بالنسبه للبي ار ان. اولا خلينا نسميها مجموعه القواعد، انه اولا انه عدد البرميتيشنز اللي راح تظهر عندي اذا كان عندي ان ديفرنت اوبجكت راح تكون تيكن ات ا تايم تساوي لنا ان اوف اي. اذا واحد، الملاحظه رقم واحد، يعني سؤال اعطيتك هسه انا ان تساوي لي 3، ما هي عدد البرميتيشن ممكن تحصل عليها؟ فاقول هي تمثل مقدار قيمه الان فيكتوريال، فبالتالي 3 فيكتوريال 3 في 2 في 1 ظهر عندي 6. اذا هسه النقطه الاولى انه عدد النمبر اوف بيرميتيشنز تساوي لي مقدار قيمه الان فيكتوريال، هذا طبعا شنو هنا نقول؟ تيكن اول ا تايم، بمعنى انه من ظهر عندي هنا مقدار قيمه الان اوبجكت المطينيه 3، فبالتالي النمبر اوف بيرميتيشن ظهر عندي 3 فيكتوريال، فبالتالي 3 في 2 في 1 ظهر عندي 6. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه عدد البرميتيشن للان ديفرنت اوبجكت تيكن ار ات ا تايم يساوي البي ان ار. لازم تميز ما بين ملاحظتين، اولا عدد البرميتيشن اوف ان ديفرنت اوبجكتس تيكن ات ا تايم، انتبهوا يا على الكلام، انه من نقول انه عدد البرميتيشن اوف ان ديفرنت اوبجكتس تيكن ات اول ا تايم هي ان فيكتوريال، لكن من نقول انه عدد البرميتيشن اوف ان ديفرنت اوبجكت تيكن ار ات ا تايم راح تكون هي البي ان ار، وهذه نحسبها بالشكل التالي، بنقول تساوي هي عباره عن الان ان ناقص 1 في ان ناقص 2 الى ان استمر تساوي لنا الى ان ناقص ار زائد 1، وتساوي لنا نكتبها به هي عباره عن ان فيكتوريال على الان ناقص الار الكل فيكتوريال، وهذه تحدث لقيمة R أكبر أو تساوي صفر أقل أو تساوي إن N. هذه ملاحظة مهمة، فصار عندي تمييز هسه ما بين حالتين لمقدار قيمة الـ number of permutations. زين مثال على هذه الحالة، مثلا لو طلب من عندي أنه أنا أوجد مقدار قيمة الـ P 6 4 هالشكل، طبعا باعتبار إحنا جاي نقول N، هذه N وهذا عندي مقدار قيمة الـ R، فبالتالي من امثلها راح يكون مساوي الى مقدار قيمه الان فيكتوريال اللي هو عباره عن 6 فيكتوريال على مقدار قيمه الان ناقص ار، راح تكون هي عباره عن 6 ناقص 4 2 فيكتوريال، والنتيجه طبعا بعد ما تحلها تطلع عندي 360. مثلا لو طلب من عندي مثلا انه البي 5 5، هذه راح تكون هي 5 فيكتوريال على 5 ناقص 5 اللي هو 0 فيكتوريال، والنتيجه راح تكون عندي 120. هذا عدد النمبر اوف بيرميتيشنز. زين صار عندي ملاحظه اثنين، ملاحظه ثلاثه التوتال نمبر للارينجمنت اللي يمكن انه تظهر عندي اوف ان ديفرنت اوبجكت ان ار بليسز، واللي قيمه الان اقل او تساوي لنا
ان بصورة عامة راح تكون هي عبارة عن مساوية لمقدار قيمة الـ n أس r، بشرط إذا كان التكرار مسموح. يعني ملاحظة ثلاثة، إنه عدد الـ permutations المسموح عندي أو عدد الـ arrangement بصورة عامة of n different objects زين n r places، بمعنى ان يكون عندي مقدار قيمة الـ r اقل تساوي ان الـ n، راح يكون مساوي الى مقدار قيمة الـ n اس r. هذا اذا كان الريبيتيشن مسموح. زين، ملاحظة الاربعة، انه عدد الكلي للـ arrangement of n different object around circle، اذا طلب من عندي around circle زين، فبالتالي راح يكون مساوي عندي هنا الى مقدار قيمة الـ n ناقص 1 فيكتوريال. اذا التوتال number of arrangement then of n different object around circle، هذه الملاحظة مهمة، around circle راح تكون مساوية إلى مقدار قيمة ال n ناقص 1 فيكتوريال. طيب خلينا ناخذ هنا أمثلة على هذه القاعدة، أو خلي أكمل ملاحظة خمسة. ملاحظة خمسة، أنه عدد الـ arrangement للـ n object بحيث يكون عندي مثلا r1 وعندي r2، يعني عندي r1 يختلف الكاينس مالته عن الـ r2، r3 راح تكون عندي هنا مختلفة، فبالتالي راح يكون عندنا عدد الـ arrangement راح يكون مساوي إلى مقدار قيمة الـ n vectorial على r1 vectorial في الـ r2 vectorial في الـ rk. هسه هذه الملاحظة خليها على صفحة، وناخذ مجموعة أمثلة متعلقة بالملاحظات الأربعة اللي هذول يمثلون أهم القواعد لكيفية تحديد الـ total number of arrangement أو كيفية إيجاد الـ permutation بصورة عامة. زين، مثال، خلي أخذ المثال الأول، يعني خلي أفترض هسه هنا إنه how many three digit numbers، معطيني ثلاث أعداد three digit numbers can be formed from the digit 2 3 4 5 6 7. ما هي اللي 3 ديجيت نمبرز اللي يمكن انه انا اشكلها من هذه الاعداد اذا كان اولا الريبيتيشنز التكرار غير مسموح، حالة 2 اذا كان التكرار مسموح. بالنسبه للحاله رقم 1، اولا انا قد مقدار قيمه الاوبجكتيفز اللي مطيني اياها، مطيني الان اوبجكت مالتي 3، اذا مقدار قيمه الان 3، ومقدار قيمه الار الكلي اللي مطيني اياه هو عباره عن 6 باعتبار محدد ليها 1 2 3 4 5 6. إذا في حالة إنه الريبيتيشن غير مسموح، إذا كان التكرار غير مسموح، الحالة رقم واحد، المطلوب من عندي إنه عدد الأرنجمنت اللي راح أحصل عليها أو التوتال نمبر اللي يمكن أنا أشكلها هي عبارة عن الـ B 6 3، وراح تكون مساوية إلى 6 فيكتوريال على 6 ناقص 3 فيكتوريال، والنتيجة راح تكون هي عبارة عن 6 فيكتوريال على 3 فيكتوريال، والنتيجة راح تكون مساوية إلى 120. زين، الحالة رقم 2، في حال انه كان عندي التكرار مسموح، هنا راح يكون عندنا انه لكل ديجيت يمكن انه يختار بشكل، يعني لكل ديجيت نقدر نختاره بست صيغ، وبالتالي عدد الكلي راح يكون هو عبارة عن مساوي حسب القاعدة اللي عندنا اللي هنا n اس r، وبالتالي راح يكون مساوية الى 6 اس 3، فبالتالي راح يكون عندنا total number of خلينا نقول انه total numbers of digits اللي يمكن احصل عليها وصيغ الكلية راح اشكلها راح تكون مساوية 6 اس 3، راح تكون مساوية الى 216. ناخذ مثال ثاني. المثال اللي بعده، in how many ways can 7 persons be seated، عندي 7 اشخاص كيف انه يمكن انه يجلسون اذا كان on pitch او around circle. احنا ذكرنا ملاحظة سنها اذا كان عندي around circle اللي هي الان ناقص 1 دكتور، خلينا نشوف شلون تطبيق معناتها. بس اول خطوه، الملاحظه الاولى، اذا كان عندي 7 اشخاص يمكن ان يجلسون على الـ على البنش مال نبي ب 7 فيكتوريال، عندي اكثر من احتمال، فبالتالي باعتبار ان توتال نمبر اوف probabilities للطرق او الويز اللي يمكن انهم يجلسون بها راح تكون عندي 1 هي عباره عن 7 فيكتوريالز، وراح تكون مساويه الى 5040. زين، هذا احتماليه الاولى. الاحتمالية الثانية، إذا كان راح يجلسون على شكل دائرة على تيبل، هنا أنا أولا الشخص الأول راح يجلس على
خلينا نسميه المقعد الاول. البقيه راح يكونون هنا عندي انه احتماليه جلوسهم راح يكون عندي 6 فيكتوريال، ممكن وانا ارتب السته بشكل باي شكل ثاني باعتبار اجلس الشخص اللي بعده واللي بعده اغيرهم، فيصير عندي هنا عدد احتماليات الكليه راح تكون هي عباره عن 6 فيكتوريال بالنسبه للاشخاص، وراح تكون مساويه الى 720 طريقه. زين، فبالتالي صار هسه اللي هنا عندي انه اولا كيفيه تحديد عدد الكلي للاحتمالات بالنسبه للتشكيلات او للبرميتيشن الكلي قائم على اساس هذه القواعد، انه انا لازم احدد اولا توتال نمبر اوف برميتيشنز، اثبت مقدار قيمه الريبيتيشن محدود عند يعني مسموح انه تكرار او بدون تكرار، الصيغ اللي يمكن او الـ او الـ او الاشكال اللي يمكن اشكلها اعتمادا على مقدار قيمه الاوبجكتيفز الان ومقدار قيمه الار الموجود. طيب المقطع الثاني راح اخذ بيه او اشرح بيه الكومبيتيشنز والباينوميال اكسبانشن.